أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة خاصة من برنامجكم ميكرو طنجاو. كنبغيك حبيبي يا الله يرضى عليك، الله يبارك عليك. آمين الوالدة. الله الله يرضى عليهم، الله ينزل عليهم الرضا. قد بسم الله الرحبة، حيت ما عندي شي ماما وانت لالي فحال ماما، كنعيط لك وبغيت نقول لك كنبغيك بزاف، ما كايناش شي فحالك في الدنيا. الله ودي شكون اللي ما كيتوحش شي مو واخا الاميه كلشي. دابا كنتي كتصلي دعيتي معايا ولا والو؟ ياك الحلقه ديالنا ديال اليوم حلقه خاصه بعيد الام. اللي عنده الام الله يخليها له، الله يطول له ربي في العمر، واللي ما عنده شي الله يرحمه. كيف ما كتشوفوا معايا في يدي الوريدات، خليكم معايا باش تعرفوا شنو كاين. السلام عليكم. وعليكم السلام خاو ديالي. عن سقسك، شكون هي الانسانه اللي كتشوفها واقفه معك بالصح؟ الانسان اللي كنشوفه واقفه معايا بالصح وفي جميع المواقف الوالده ضروري من طبيعه الحال، وتا الوالد فهمتي. وبمناسبه عيد الام وهديه كنقول لها من هذه البلاصه يعني كنبغيك والله يخليها لي. اللهم امين. تقدر تصوني على الوالده ديالك بهذه المناسبه هذه وتقول لها شي حاجه؟ مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. صوني على الوالده وعمل لي اوت بارلور ونسمعوا كامل ان شاء الله. الوالده ديالك فين كاينه؟ من كاينه في الشاون. الشاون واخا مرحبا. عمل اوت بارلور، غير قرب التليفون شي شويه. حار محمد. هو الوليده فاهم بخير؟ لاباس انت لاباس عليك؟ الحمد لله الوليده يحفظك. شوف الحمد لله منك كيبقى شويه واش مزيان؟ الحمد لله سول فيك الخير. قلت لك كنبغيك حبيبتي يا الله يرضى عليك، الله يبارك عليك. امين الوليده، امين الوليده، الله يخليك لي. محمد الله يستر لك مني والله يحقق لك شي تمنى في حياتك اولدي ويحفظك ربي، الله ينورك. امين الوليده امين. بسم الله ولدي. الوليده بغيت نسقسك. نعم ولدي. شنو كتعني لك الام؟ هو الام هي كل شيء في الحياه، وبلا بها ما كاين والو، وما يعوضها الا الله سبحانه وتعالى. وليدات الرضا الله يرضى. شي اولاد عندي راضي عليهم كاملين؟ الله يرضى عليهم وعلى وليدات المسلمين جميعا وعلى وليدات الناس جميعا، الله يرضى عليكم. شكرا بزاف الوالدة. الله يرضى، الله يعطيك شي حد جاي لك. الله يرضى عليكم اوليدي ان شاء الله، امنيتي في الحياه اوليدي ان شاء الله اوليدي. الله يعطيك شي حجه. شكرا بزاف. عند الله، الله يرضى عليكم. الله يوفقك، الله يرحم والديك. عندك الوالده ولا والو؟ الوالده ديالي متوفيه، ولكن عندي خالتي بحال الام ديالي، هي اللي مربياني تقريبا. تقدر تعيط لخالتك تقول لها شي حاجه بهذه المناسبه هذه؟ بمناسبه عيد الام، وانا حيت ما عندي شي ماما وانت لالي فحال ماما، كنعيط لك وبغيت نقول لك كنبغيك بزاف، ما كايناش شي فحالك في الدنيا. وانا كنحماق عليك وما كايناش شي فحالك في الدنيا. ويخليك ليلي. والله يحفظك ليلي. يلا باي باي. يلا بالسلامه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا الوالده بخير. لا بس لا بس الحمد لله توحشتك. اش اخبارك؟ كنتي كتصلي؟ لا سالي. دعيتي معايا ولا والو؟ دعيت معاك اولدي، ما كان دعي معاكم ياك. انا ديما وعرفتي شنو اليوم؟ اليوم عيد الام، وبغيت نبارك لك بهذه المناسبه. ايوا شكرا. الله يخليك ليا والله الله يخطيك الله يعطيك الربا وتهلاي ليا فراسك. صافي الله يخليها لك اخويا. امين اخويا. توحشتيها ولا بزاف؟ شحال دابا مشيتيها دابا تقريبا؟ وتقريبا شي 10 شهور دابا. 10 شهور. الله يخليها لك والله يطول ربي في العمر. امين اخويا. شكرا بزاف، بارك الله فيك. شكرا بزاف. الوالده اليوم كاينه عيد الام، بهذه المناسبه هذه كنعطيك هذه الوريده هذه. شبريد بسم الله. كنعطيك هذه الوريده والله يجعل لي ربي الايام ديالكم كامله عيد. تدني الله يجعلك الايام ديالك كلها سعاده، كلها مزيانه. الله يرحم والديك. الوالده الام شنو هي بالنسبه لك؟ شنو هي الام؟ الام ما كاينش بحالها، ام مزيانه، ام الحنانه، وما كاينش بحال ام ولدي، ما كاينش بحال حتى واحد في الدنيا. والاولاد اللي كيعصيو الوالدين ديالهم ولا اللي كيسمحوا فيهم هذو خايبين، شنو تقول لهم؟ شنو النصيحه اللي تنصحهم؟ الله يهديهم، الله يرضى بهم، الله يعفو عليهم. مهمة الأم شنو هي في الحياة؟ شنو هي المهمة الأم؟ الحياة هي الأم، الحياة كلها أم. يعني بلا أم ما كاين والو؟ ما كاين والو. الوالدين باقي عندك الوالدين في الحياة ولا توفى؟ ما عندي حتى واحد ولدي، عندي الله، عندي وليداتي وصافي، عندي غير ولادي. عندي أربعة. تبارك الله، مرضية الحمد لله. بنيتها وثلاثة الأولاد. كيتهلاو فيك مرضية الحمد لله. تهلاو الحمد لله، اللهم لك الحمد. يلاه رضي عليهم، رضي عليهم. يلاه الله يرضى عليهم، الله ينزل عليهم الرضا.
قادم بسم الله الرحبه. ارحم والديك الله يرضى عليك. شكرا بزاف. الله يرضى عليك. ارحم والديك. كاينه شكرا انا والديك. الله يسقسك. شنو كتعني لك الام ديالك؟ اخاي الام ديالي كتعني كل كتعني لي انا كل شيء، واخا كيوقعوا ظروف في الحياه وبنادم كيتغرب على امه ولا هادي، بصح كتبقى الام هي الام واخا تعيا ما تبعد. بالنسبه لي انا الحاله ديالي انا كنت عايش في اسبانيا وغربت وهادي وهادي ورجعت وبقيت باقي باقي الام ديالي بالحياه، الاب ديالي توفى ولكن كنزورها مره مره بحكم انا ساكن دابا في طنجه وهي في من واحد مكناس، كنزورها مره مره وكنعيط لها مره مره. وحشتي الوالده ولا؟ الله ودي كل ما كيتوحش امي واخا الام هي كلشي. واخا دابا غنطلب منك واحد الطلب، انك تعيط للوالده ديالك بمناسبه عيد الام وتقول لها شي كلمه في حقها. اه ماشي مشكله. يلا بسم الله. اه السلام عليكم الوالده، لاباس؟ السلام وليدي لاباس. لاباس عرفتيني بعدا شكون انا؟ حسن. الله يرحم والديك الوالده، كي دايره عيا اليوم؟ سمعي. الله يرضى عليك الوالده، الله يرضى عليك الوالده، الله يرضى عليك. توحشتك بزاف والله العظيم، لا توحشتك بزاف وما كرهتش نكون معك في هذه الساعه هذه. انت وليدي بخير؟ لا بس الحمد لله الوالده والله العظيم. لا لا بس غير دير معنا شي دعوه للخير. الله يرحم والديك الوالده. حتى اننا ياك كن وصلنا لنهايه ديال الحلقه، كنتمنى يكون فيديو عجبكم. معكم ايوب جفاري، امور كاميرا الغزال سفيان العشاب. تلقاو فيديو جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.